بحضور عدد كبير من مناصريه وسط إجراءات أمنية مشددة، طوى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون صفحة عهده بخطاب وداعي قبل خروجه من قصر بعبدا، خطاب أخير أعلن فيه عون توقيعه رسمياً مرسوم استقالة الحكومة. اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. عون الذي أنهى بوصوله إلى سدة الحكم عام 2016 فراغاً رئاسياً دام أكثر من عامين، شهدت ولايته على مدار 6 سنوات أزمات غير مسبوقة ومحطات عدة، أبرزها الانهيار الاقتصادي الذي أدى لاندلاع انتفاضة تشرين عام 2019، ثم انفجار مرفأ بيروت عام 2020، ليتوج عهده قبل أيام من نهايته بإبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ومع خروجه من رأس السلطة اليوم يصبح لبنان بلا رئيس بعد فشل البرلمان في انتخاب خلف له. أبرز التداعيات حتكون تداعيات اقتصادية، وبالتالي هذه التداعيات الاقتصادية يخشى أن تتحول إلى فوضى مجتمعية تزيد الضغط على المؤسسات العسكرية والأمنية. التداعيات الأساسية الأخرى سيكون لها علاقة بمسألة بدء استخراج التنقيب لاستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية، لأن الأمر يحتاج إلى وجود سلطة تنفيذية كاملة الأوصاف. وبحسب دستور البلاد تنتقل صلاحية الرئيس في حالة الشغور إلى مجلس الوزراء الذي يعد حاليا في حالة تصريف أعمال، ما سيفتح المجال واسعا برأي كثيرين أمام تعقيدات دستورية وسياسية كبيرة في إدارة البلاد في المرحلة المقبلة. يدخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية ميشيل عون وعدم الاتفاق على انتخاب خلف له، مرحلة لن تخلو من فوضى دستورية وسياسية برأي كثيرين في ظل حكومة تصريف أعمال، ما يهدد بتعميق أزمات البلاد التي تعيش انهيارا اقتصاديا متسارعا. صباح ياسين، تي ار تي عربي، بيروت.